هاجموا اش يريدوا من الناس؟ الله كي طلع حالتنا عندنا بيوتنا هلا ستة بهالغرفه ونحن هون كي ثلاثه كنا بثلاث غرف كل واحده من هون لهون. حسبي الله ونعم الوكيل علينا يا بنتي. ايش اليوم؟ والله هلكنا ونحن نحكي. ايش انت يا بنتي؟ بدنا بيضربوا ويطيروا قربان المولد ويطيروا قربان نبينا محمد. او دي سلامنا يا بنتي. او تمنى سلامنا. يكون اسلام ويحاربون يضربون البلاد. ايش يريدون من الناس؟ الله لا يوفقهم مني ما يكون والله يكون ابن قلبي الله لا يوفقهم. ايش يريد مننا ما نعرف. وبلدنا كلها هالقديم. ايش يريد من راس العين؟ ما بعرف. ايش هيدا قول يا بنتي؟ نقول حسبي الله ونعم الوكيل وما يبقى حق هالاطفال وحق هالعجز المرضاني. لشحبوني شحبوني حطني بالسيارة تهربني من راس العين وقصف على راسي. الله شاهد بهالمولد النبي حطيته سجادة أصلي أصلي صلاة العصر والقصف فوقنا. قال ابني قمي يا أمي قمي. سحبوني أولادي كما هون برات المدرسة للسيارة بروني وطليدي. هاي شهر بنتنا بلا تحميل طليدي إذن بنها الأطفال أنا طفلين هوني ها أنا بنت Ha 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 ha!